متداولين الأعزاء، مرحبا بكم. إليكم ملخص يوم الخميس عن أسواق العملات. يبدو الدولار الأمريكي ضعيفا في حين أن الين الياباني والدولار الأسترالي والنيوزيلندي أقوياء نسبيا. يبدو زوج اليورو أمام الدولار الأمريكي كما لو أنه عند قمة أعلى مستوياته على المدى الطويل بالقرب من مستوى 1.1200. يستمر زوج الدولار الأمريكي أمام الين الياباني في الاتجاه البطيء أسفل النقطة المحورية عند مستوى 107.73. يبدو زوج جنيه الاسترليني أمام الدولار الأمريكي أكثر صعودا بعد أن تثبت فوق النقطة المحورية عند مستوى 1.2859. هذا هو تقريرنا لهذا اليوم. طاب نهاركم، نلقاكم غداً.